في الجهة المقابلة هناك يعني كما قلنا الخير باق في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. في الحقيقة توجد في المقابل هناك أمثلة ونماذج رائعة غاية الروعة يمكن أن توقظ الوسنان وأن تعيد الغافل عن وجود خير في هذا الزمان، فتثبت له بالحجة والبرهان أن الخير باق إلى أن تقوم الساعة. فإذا الخير والشر باقيان يعني إلى ما شاء الله، ويعني الخير والشر أيضا كان يعني يسيران في خطين متناقضين حتى في أحسن العهود، حتى في عهد النبوات وفي أوج يعني أوقات الصلاح كان الشر وجودا كخط موازن للخير. القصة التالية أيضا تثبت لنا هذا النقيض الجميل الإيجابي. يقول راوي القصة أنه قد تم عقد صفقة بيع، وهذه القصة أيضا هنا وقعت في عمان ليست بعيدا عنا كثيرا. فوقع بيع بين شخصين، باع له أرضا بمبلغ 100,000 ريال عماني طبعا، وتم البيع ودفع المشتري نصف المبلغ 50,000 ريال وبقي 50 طبعا. لكن الرجل هذا المشتري قبل أن تتم إجراءات البيع يعني في الجهات الرسمية وقبل أن يتم هو المبلغ، قضى الله تعالى أن يموت فتوفي المشتري وقد دفع نصف المبلغ، وفي المقابل الملكية لم تغير، لم يتغير الاسم. ما الذي يحصل في العادة؟ أو من المتوقع أن يأتي هذا الشخص فقد يغير في أي لحظة، بل إن الورثة ربما يعني لا يوجد عندهم علم أصلا عن القضية. أنا لا أدري هل عندهم فكرة أو ليس عندهم فكرة عن واقعة البيع، غير أنه على كل حال لا يوجد إثبات يعني لا ملكية ولا يعني دين بالنسبة للمبلغ، هكذا فيما يظهر. مات المشتري، المشتري هو الذي مات بعد أن دفع نصف المبلغ. يقول حاكي القصة، فبعد ذلك طبعا تغيرت أسعار الأراضي والعقارات عموما وتغير الحال، فأراد هذا البائع أن يعني يذهب إلى ورثة هذا الشخص ويخبرهم عن الواقعة، وأن إما أن يعني تكملوا البيع فتدفعوا لي 50 الباقية وأتم لكم الإجراءات، أو أن يعني تتنازلون عن البيع وأرجع لكم 50,000 المقدمة. فاعترض أبناؤه عليه وقالوا كيف وهذه نريدها أن تقسمها علينا، والأراضي الآن تغيرت أسعارها ونريدها لنا، الآن تغير الوضع. لكن الرجل كان صاحب ذمة وكان صاحب يعني عهد مع الله تعالى أن لا يخون الأمانة، فخاصمه أبناؤه بعد ذلك من أجل أنه رفض أن يعني يضيع هذه الصفقة وأن يترك الأرض لهم يقسمها عليهم. لكنه أصر وذهب إلى أبناء المتوفى وأخبرهم بالقصة تفصيلا بأنهم إما أن يدفعوا له الباقي أو يعني ترى يتنازلون، لكن الحق لهم أن يختاروا ما شاءوا. وطبعا هذا يعني أنا متأكد أن في العقول الآن تساؤل، فعلا هذا أمر غريب، لكن القصة لم تنتهي بعد، لم تنتهي. ففعلا قالوا احنا لا نتنازل عن البيع أو عن الشراء، سنكمل لك المبلغ. فأتموا له المبلغ وأتم لهم هو إجراءات البيع في الجهات الرسمية. تخيل أن هذه الأرض بعد يعني أن تممت إجراءات الشراء بشكل رسمي باعها الورثة بمليون ريال عماني. كانوا قد اشتروها أو اشتراها أباهم 100,000. يعني انظر إلى المسألة بالعكس، أنهم أبناء البائع عندما اعترضوا على أباهم كان ربما هذا المطمع الكبير الذي أطمعهم، أصبحت الأرض 10 أضعاف، كيف تبيعها الآن وتتممها بنفس القيمة؟ هذا يعني هذا حظ دنيوي صعب أن تصبر عليه القلوب وأن تتجاوزه. فعلا يعني إذا حدثتهم أنفسهم بهذا فإنه لا يستبعد على النفوس هكذا أن يغريها المال. لكن الرجل كما قلنا كان صاحب أمانة وتمم بالفعل لهم الصفقة على السعر السابق.
وكما قلنا الأبناء خاصموا المشتري خاصموا أباهم من أجل هذا. ثم يعني هنا المفاجأة الأخرى أن هؤلاء أبناء المشتري كانوا أيضا في المقابل أصحاب مروءة ووفاء، فبعد أن باعوها بعشرة أضعاف سعرها يعني ربحوا فيها 900,000 ريال عماني ربحوا في الصفقة، أتوا إلى البائع بكم مبلغ؟ أتوا إليه بنصف 1,000,000 500,000 ريال. قالوا له لقد اشترى أبونا هذه الأرض وكان قد دفع نصف المبلغ، فكأنه قد اشترى نصفها في الحقيقة ولك الحق الباقي. فأتوا إليه ب500,000 ريال عماني وأكرموه بها، واعترضه وقال خلاص أنا تممت البيعة على السعر السابق. قالوا لا، ورفضوهم أيضا أن يبقوا الوضع على ما هو عليه، فأخذوا النصف نصف المليون وأعطوه النصف الآخر يعني إحقاقا للحق كما رأوه هم من وجهة نظرهم. فكان هذا المثال وهذه القصة من أروع القصص التي فعلا تستحق أن يضرب بها المثل في أن الخير باق في قلوب الناس، وأن الزمان إن كان فسد بعض أهله فبعضه الآخر ما زالت قلوبهم على قيد الحياة، وما زال الدين والإيمان والورع والصلاح موجود حتى تقوم الساعة. فلا ينبغي ولا يفترض أن يعمم يعني الوجه الشائن الأسود على الناس كلهم وعلى الزمان كله. فإذن اطمئنوا، ما زال الخير باق في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة.